عقد كابتن ميدو مصلح انتهى، مدرب الفريق الاول للكره الطائره في النادي الاهلي. فالاهلي يعني بيجيب مدرب ايطالي، مدرب ايطالي اسمه فيرجينو، المدرب الايطالي فيرجينو بيقترب من القياده الفنيه لرجال الكره الطائره في النادي الاهلي. كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي في النادي الاهلي بيقول ان هو توصل لاتفاق مع مدرب ايطالي اللي هو فيرجينو عشان يقود فريق الكره الطائره رجال في النادي الاهلي في الفتره القادمه، وهيتم تجديد بعض عقود اللاعبين في النادي الاهلي في الكره الطائره برضه، عبد الحليم عبو وحسام يوسف لمده 4 سنوات قادمه.